with بالظبط زي ما انا قلت mild to moderate ulcerative colitis as she has disease outside طبعا ده ايه as she has disease out that the reach of the enema فما تختارش حاجه ريكتال هو الديزيز في الاسندنج كول she should be given an oral ammonium salicylate as the first line okay first line oral ammonium salicylate اللي هو البنتازا اللي اسمه بنتازا في السوق to induce remission in adults with mild to moderate first presentation or inflammatory exacerbation of left sided or extensive ulcerative colitis offer a high induction dose of an oral ammonium salicylate هتدي high dose من البنتازا خلاص consider adding a topical ammonium salicylate or oral beclomethasone dipropionate taking into account the person's preference انت ممكن تحط حاجه topical خلاص زياده على الهاي دوز من الاورال امينو ساليسيليت topical ammonium salicylate انت ممكن تدي الاثنين مع بعض يعني oral مع topical ammonium salicylate لو بقى عنده بروكتاتايتس لو هو قال لك في المساله ان في بروكتاتايتس يعني في من تحت تمام انت ممكن تدي الايه التوبيكال تمام مهم قوي تعرف كمان المايلد والمودريت في السيفير اعتقد كانوا مكتوبين اللي بيذاكر من كتاب اللي هو نوتس اند نوتس بتاع دكتور حمد ده هما كانوا مكتوبين بطريقه كويسه انا فاكر حد كان مره وعمل لها شير تحت من حته انما المغربي مش كاتب المايلد والمودريت السيفير تمام الجايد لاين مقسمها مايل تو مودريت وكتبها ايوه مهمه قوي عشان في حاجات بتبدا بكورتيكوستيرويد ممكن تبدا باورال كورتيكوستيرويد وممكن لو اكتر من 8 موشنز يعني بيخش حالا اكتر من 8 مرات ده سيفير فور بتدي اي في ستيرويدز فاهمني فبيختلف عشان كده بقول لك لو حد عنده بيذاكر مكان احمد بيذاكر من اسمه ايه ده نوتس النوتس طب مش موجود معانا يعمل لنا شير للجزء بتاع اللي هو المانجمنت على الاسرتيف كولايتس مهم جدا وفيري كومن يعني تمام في دواء اسمه كولو سلازين في دواء كنت انا بستخدمه مع عيني اسمه كولو سلازين كولو سلازين ده عباره عن سلفا سلازين مع بنتازا الاثنين مع بعض ولو بتشجيع فيه بيستخدموه كنت بستخدمه كان بيجيب نتائج كويسه هما بيحطوا كومباينيشن سلفا سلازين على البنتازا اللي هو الامينو سلاسيليت اسمه كولو سلازين تمام واحد عنده 62 واحد عندها 62 سنه وده هيستوري اوف سكليرودرما از ديفيوت فور ذا باست فيو مانثس شي سافرد وذ ريكرنت باوس اوف دياريا كين ديز باوس هير ستولز ار بيل بالكي اوفنسيف شي درينكس 14 يونتس اوف الكحول بير ويك ذات واز ذا فولوينج عندها انيميا بليتلتس اوكي وايت بلاد سيل اوكي كرياتين 14 بي 12 170 وليت 2.2 انا مش عارف النورمال بصراحه قليل كله قليل قليل اوكي صوديوم بوتاسيوم قليل شويه يعني اليوريا وكريات عالي لا كريات نورمال سوري الروبن البو التي وجي جي تي والبوم طيب هات السؤال معلش بعد اذنك ايه الكومبليكيشن موست لايكلي تو هاف اوكرد لا بكتيريا اوفر براس اكيد ده انا متاكد طالما قال سكليرودرما يبقى اكيد بكتيريا اوفر براس ولا ايه ما هو يبقى الابزوربشن سيندروم الابزوربشن اوكي يلا يلا ده سؤال سهل Chronic disease is associated with Crohn's disease is associated with each one of the following findings except في حاجة مش بتحصل مع Crohn's disease. أول واحد ستون. أول واحد إنه بي لا هو أول واحد هو بياخد كل حاجة ميكوزا وصاب ميكوزا وسيروزا layers. هو بيعمل non-causing granuloma فعلا وبيعمل root stone ulcers. هو بياخد الكل صح دي صح. كله. ده بتاع ulcerative colitis. لو قصدي ميكوزا وصاب ميكوزا. يلا تمام دكتور مروه قالت نفس الكلام ايه ماشي طيب according to the recent NICE guidelines which one of the following may have a role in the management of irritable bowel syndrome السؤال ده بقى بص بقى اكيد حاجه ايه مين according to NICE guidelines مين من دول هيستخدم في الirritable bowel اعتقد الاكوبانكتشر اللي هي تاني واحده اللي هي الابر الصينيه والحاجات الغريبه بتاعتهم دي انا كنت سمعت عن الهوميوباثي ده والثيرابي نو نو اللي هي ايه بقى انهي واحده فيهم ايه الوفيرا يمكن الهيبنوثيرابي ما اعرفش في حد يقول هيبنوثيرابي اكوبانكشر نوت ثانيه واحده نوت ايبر الصينيه ولا ايه نوت ريكومندد اوكي طب الريكومندد دي اخر واحده هيبنوثيرابي يعني نعرفها برضو يعني ايه بقى هيبنوثيرابي؟ يعني ايه؟ انا مش عارفها
لا انا حقيقي مش عارف الهيبنو ثيرابي دي ايه، بس هيبنو يعني حاجه فيها نوم، اه بيستخدموا ايه بقى ما اعرفش. مش عارف يقول يستخدموا لك ايه بصراحه، بالنوم، هو اللي اختار النوم ما شكلها. ما اعرفش يعني طب انا هيعملوا حاسس ايه اشرب، بصراحه. هتلاقي هتمنى اشرب، او لو حد عارف يقولها لي والله نثبتها بالمره يعني. ثبتها اي بي اس تقريبا ما هي ساعتين، احنا طبعا ما هي مش الراجل تريتمنت، مش هياخد معجز حاجه. علاج بالتنوم معجز. في ايه بقى؟ انا هات مترجم فوري يا حبيبي هنا. ماشي ماشي، اي كلام، احنا بقى مش ريكومندد عندنا الكلام ده، تمرين مغناطيسي. احنا مش مناطيسي. ماشي اوكي. Which one of the following types of bariatric surgery is most likely to cause significant malabsorption؟ تالت واحدة اللي هي بيليو بانكرياتيك ولا رو ان واي؟ لا البيليو بانكرياس، بيليو بانكرياتيك ما بيشيل جزء كبير من الاسطول، بيليو من بانكرياتيك خلاص اعتبر دي بيشيلوا حاجات كتير. ها ايوه تمام تمام مظبوط يا حسن. اوكي الناس الـ very obese بيستخدموها. ماشي. You are asked to review a 78 years old woman with a non-healing leg ulcer by the ward nurse. You notice she's very thin. What is the most appropriate tool to screen for malnutrition؟ ايه الأسئلة الغريبة؟ ايه الأسئلة الغريبة دي؟ ايه الحاجات screen الغريبة؟ الـ malnutrition دي كل واحد يضربها حاجة بقى مش لحلها. حافظين الحاجات ال يلا water low score وترلو؟ حافظينه ما عدتش علينا أصلا يعني. وترلو بتاع النحاف يعني ولا ايه؟ يلا يلا نشوفها نشوفها. طلعت ماست. The water low score is used to estimate the risk of a patient developing a pressure sore. Pressure sore اه تمام. انما while this includes assessment of malnutrition as one of its components, the water low score is not designed to screen for malnutrition. هو بيتكلم على الموتر، على الوتر لو سكور بس. طب ما يقول لنا الماست ده يعني. ماشي احفظ ان الام يو اس تي ده هو بتاع المالنيوتريشن، الوتر لو سكور ده بتاع البريشر سورس اللي هي الكوره احتلت. اختصار مال نيوتريشن يونيفرسال سكريننج تول. تمام ده اختصار مال نيوتريشن يونيفرسال سكريننج تول. حلو حلو. الاسئله دي هتحفظها كده حسن يعني كمان. ايوه خلاص ماستي بتاع النيوتريشن خلاص. تحششها كده بالامتحان وتحفظها وخلاص. انزقها لزق. ووتر لو طبعا واحد عنده في رجله يعني، عشان كده في ووتر لو. بالظبط. ايوه سؤال هيماتولوجي. Okay, 57 years old man who has multiple emergency department admissions for alcohol related injuries and admissions under the general سبعة. medical for alcohol withdrawal. يعني انت جاوبته سبعة ولا نقراه ولا ايه؟ لا اقرأ هو سؤال ايه؟ اقرأ بس بعمل معاك كده. طيب اوكي. for دخل alcohol withdrawal presents acutely unwell after a 12 day drinking binge. He's ectric, confused, and hepatomegaly. There are stigma of chronic liver disease. Admission blood work shows a thrombocytopenia, transaminitis with hyperbilirubinemia and severe coagulopathy. A diagnosis of severe acute alcoholic hepatitis is made. With respect to the coagulopathy issue with liver disease, which clotting factor is characteristically increased? Increased. ما هو مش الـ INR بيعلى؟ الـ INR ده بتاع الـ intrinsic factor ولا أنا بتاع الـ sorry الـ extrinsic factor اللي هو 2 و7 و9 و10. اختار واحد فين بقى؟ اللي هو 2 في 7؟ في اتنين وفي سبعة صح؟ لا يبقى مش اتنين، مش زي ما انا قلت. لا ده هو عايز الانترنسك فاكتور اللي هيبقى زايد يا مصطفى. ليه؟ هو الاي ان ار ده بتاع الانترنسك ولا اكسترنسك؟ وعايز الفاكتور الكوجريشن فاكتور اللي يبقى زايد يعني اللي مش افكتد. صح يوصل كده؟ اه صح. ولا مش يعني مش دلوقتي فاتح الانكريز سوري. اه يعني فاكتور 8 ايوه اللي هيبقى انكريز طبعا هنختار اللي هو حاجه غير 2 و7 و9 و10 و8 طبعا صح. كويس انت مركز. طب ايه الاليه بتاعت كده يا اشرف؟ عدت عليك؟ هو انت الليفر اول مارك من ضمن الماركرز لما الليفر بيضرب بيحصل ايه؟ الاين ار بيعلى. الاين ار ده اللي هو البي تي اللي هو مسؤول عن الاكسترنسك فاكتور مش الانترنسك. تمام. اللي هم 2 و7 و9 و10 اللي هم 1972 بطاقه دي ماشي؟ خلاص 2 و7 و9 و10 هم دول اللي بيتاثروا. فهو بيقول لك مين من دول اللي هيزيد يعني او مش هيتاثر، الباقي كله هيقل. انت فاهم؟ بيقول مش هيتاثر. تمام يعتبر مش هيتاثر. ما انا بقول لك انا برضو ما خدتش بالي في الاول. اشرف اللي ركز. هو طبعا انا بقول سبعه بناء على انه سبعه هو الهاف لايف بتاعه. ايوه ايوه احنا ما ركزناش.
لا بس انت لو ركزت هو جايب اتنين كمان، فازاي جايب اتنين وجايب سبعة؟ مش هينفع. بس اوكي، which one of the following which one of the following is least at sea with the HCC؟ ويلسون. يلا next. الأسئلة ما بتخلص. طيب 45 سنة with an ongoing constipation presents to his physician hoping to get some laxative. He has been eating and drinking well apart from constipation, doesn't have any significant medical history. He doesn't drink alcohol but smokes occasionally when out with friends. The physician wants to prescribe a laxative to help resolve the patient's constipation. However, laxatives like any other medication and adverse effect should be considered before prescribed. Which one of the following laxatives is shown to have to be to have a carcinogenic potential? Yeah. الهاسك او الكروز؟ لا او السنه؟ لا انا مش عارف التالت الرابع واحد ده ايه. والبيزا كودين؟ لا الاريتن ده والستيملان ده، هو ممكن يبقى الهاسك. تمام انا ما اعرفوش الهاسك ده ايه، ولا عارف رقم اربعه بصراحه. هو رقم اربعه اللي انا مش عارف اللي هو كودانس رامر دي. سوري ولا يهمك ولا يهمك دكتور. كودانس رامر از جينو توكسيك اند شود اونلي بي بريسكرايب تو باليتيف بيشنز دي تو از كارسينوجينيك بوتنشال. ده كارسينوجينيك has been prescribed no, therefore is not to be prescribed normally عشان هو carcinogenic. اسمه codanthramer and codanthrosate inhibition في الناس terminal ill because of potential carcinogenicity based on animal studies and evidence of genotoxicity. على فكرة ده تلاقي حاجة جديدة أنا عمري ما سمعت عنه بصراحة. إيه الدواء ده؟ دانثرامير. ده تلاقي حاجة لسه نازلة recent يعني شور. ماشي اوكي نيكست. حسن نيكست نيكست. الحاجات دي كلها تتعمل تاني تتاخد تاني. طيب 22 سنة هو is a woman who is 34 weeks pregnant into the first pregnancy presents to the emergency department with severe gastric pain and profuse vomiting. Her concerned partner tells you that she has no other significant past history and that she has attended all of her pregnancy checks. There have these have all been normal on examination. She's tender in the epigastrium. Her reflexes are mildly brisk and she doesn't have any clonus. Her blood pressure met 24/55. You know that she's confused and point of care glucose monitoring reads low. Her lab results return showing the following: hemoglobin, platelets, white blood cell count, okay, neutrophils, تمام، لينفوسايتس اي ان ار عالي، روبن عالي، البو الت عالي، است عالي، البومين قليل، جلوكوز 1.8 قليل، صوديوم قليل، بوتاسيوم نورمال، يوريا وكرياتينين كي سي رياكتيف بروتين يعتبر عالي، يورين بي سي ار ما اعرفش خمسة. المهم البلاد فيلم شوز نو ايفيدنس اوف هيموليسيس. وات از ذا موست لايكلي دايجنوزس؟ يعني ده الليفل انزيمز كلها عاليه على فكره. ثرومبوسايتوبينيا عندها يبقى دي هيلب. ولا ثانيه واحده، هي عندها ثرومبوسايت ليتلي زي 123. هو الدكتوره بتقول دي اكيوت فاتي ليفر بريجننسي. طب ليه مش هيلب سيندروم؟ الهيلب اللي هو مفيش هيموليسيس. صح. هو الهيلب هيموليتيك انيميا والليفيتد ليفر انزيمز ولو بليتلت كاونت. هو مفيش حاجه تقول ان في هيموليسيس، كاتب لك نو ايفيدنس اوف هيموليسيس، يعني مش هيلب ولا بري كلامسيا. بس في الفات ليفر ده مبيبقاش عالية قوي الانزيمز كده يعني. لا بس تبقى عالية برضه، بس مش انا مش عارف كام بالظبط كده، بتبقى حاجة بسيطة يعني. طب الكوليتيزيز اوف بريجننسي ده كان هيبقى مش فاكر بصراحة، بس مش هيبقى معاه كله عالي كده. انا برضه بروح مع اكيد فاتي ليفر بريجننسي بصراحة. انا حقيقي ما ذاكرتش الحاجات دي فعشان كده ناسي يعني. مش واثق يعني. طيب الأكيوت فاتي ليفر بريجننسي is a rare potentially fatal complication that occurs في الثيرد تريمستر. أولا ده بيحصل في الثيرد تريمستر، دكتور تيسير كاتبه لو جلوكوز. أوكي potentially fatal condition بتحصل في الثيرد تريمستر أو early postpartum period، يعني في الأول أو في الآخر. Although the exact pathogenesis is unknown, this disease has been linked to an abnormality in fetal
fatty acid metabolism. Early diagnosis of alcoholic, of acute fatty liver sometimes can be difficult because it shares features with other common conditions like preeclampsia, viral hepatitis, and cholestasis of pregnancy. However, a careful history of physical examination and conjugation are compatible laboratory and imaging results are often sufficient to make the diagnosis, and liver biopsy is rarely indicated. Supportive care and delivery of the baby taban homa is essential to optimal maternal fetal outcome and the mainstay of treatment for acute fatty liver of pregnancy. تمام. عموما هو مهم قوي الديفرنشال دايجنوز ما بين الثلاثه دول اللي هو الهلب والبريكلامسيا والاكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي والكوليسيز اوف بريجننسي واللي هو الهباتايتس اي برضه اللي هو بيعمل فارمنت ليفر فيلير في البريجننسي. الحاجات دي مهمه يعني. وجات لهم في امتحان بتاع شهر واحد حاجه منها يعني, بس كانت تقريبا الاجابه هباتايتس اي 20% بيبقى فارمنت. طيب 55 سنة female with a history of colorectal node positive cancer managed with resection and chemotherapy. She's found to have a single 2 cm liver lesion a few years later. What is the most appropriate next step in her management? ناخد حالينا حاجة كده عادي يتكلموا عليها, وهي عندها history of colorectal node positive cancer managed with resection and chemo. عندها single 2 cm liver lesion من كم سنة. What is the most appropriate step in her management? هما طالما سنجل و ميتاستاتيك ليجن ريسكشن اعتقد هتشيلها طالما هي 2 سنتيمتر فعلا. صح. حد عنده راي تاني؟ تمام. خمسة وستين سنة man known to have a carcinoid tumor of the appendix is found to have hepatic metastasis in the patient with carcinoid syndrome. إيه إيه أكتر حاجة هتحصل في الأول هي facial flushing طبعا دي معروفة. أول حاجة هتظهر عليه. بالظبط. Years old man is reviewing the clinic. He has recently been started on mesalamine for 100 milligrams. ثلاث مرات for ulcerative colitis. Which one of the following adverse effects least likely to be attributable to mesalamine? كل حاجة الدكتورة كتبت acute pancreatitis. وكان في الميزالامين والسلفتازين السلفة كان أكتر من الميزالامين I think. فهي غالبا صح الacute pancreatitis. هو بيعمل agranulocytosis, infertility, headache, interstitial nephritis, infertility. هذا بيعمل pancreatitis. يعمل بانكرياتايتس, بس هما كانوا كاتبينه اقل من السلفة 30 تقريبا 9 او كده مره, فعشان كده انا شكيت ان هي تبقى الاجابه بانكرياتايتس. وبيعمل اجرانيولوسايتوزز, بيعمل هيديك, بيعمل نيفرايتس, ما بيعملش انفيرتيليتي. سلفة 30 اللي بيعمل شويه انفيرتيليتي ريفيرز بالاوليجوسبيرمي. Fifty-four years old female is diagnosed with primary biliary cirrhosis. What is her increased risk of developing HCC compared to the standard population? نصهم تقريبا. معلومة دي لازم حد قراها يعني. عدت عليها حاجة نصهم. 50%. 50%؟ مفيش في. أنا حاسس إنها تنفولد. غلط. لا مش دي مش دي. تراجع. تنفولد يمكن؟ عشرين فولد مثلا ولا كده. طيب يلا نشوف هسكا كده, دي معلومة لازم تحدد عليها. عشرين فولد يلا. عشرين يلا. Which one of the following enzymes is mainly responsible for breaking the starch down into sugar؟ ده اللي بي مش عارف كان هو الشوجر؟ ايوه اللي هو ال أميليز. ملتوز إلى مش فاكرها بصراحة. أميليز فعلا. أميليز صح اللي موجود في الصليفة في الأول خالص. يا دي نيلة الواحد قفل على فكرة. لاست كويستشن ممكن اللي بقى والله ما عادش حاجة, ما عاد تقريبا خمس أسئلة بس وخلصنا. طب شوف كده بقى قد إيه حصل؟ لغاية 80, لغاية 680 أنا فاكر. 80 وإحنا في كام دلوقتي؟ 72 يعني فاضل بالظبط. What is the lifetime risk of developing colorectal cancer في UK؟ دي مسألة غريبة أوي. إيه اللايفتايم ريسك يجيله colorectal cancer في UK؟ يعني على مدار عمره كله 5 ل 15 صح؟
تقريبا كنا قريناها صح كده. يبقى اختار 5 ولا 10 ولا 15؟ ايه اللايف، اللايف تايم ريسك دي هنا. والله انا عارف 10 مثلا. شوفها يا سيدي، شوفها شوفها، ما طلعتش. افكر فيها. ثيرد موست كومن، الحاجات دي كلها حفظ، دي عايز حد يحدد عليه افتكارات يعني. ماشي اوكي. ثانية. اوكي. 65 years old man with a history of ischemic heart and hypertension presents to the emergency department with abdominal pain accompanied by some rectal bleeding. He has had associated diarrhea. This has happened several times before and tends to be mostly after eating large meal. He had put off seeing a doctor, but his wife has insisted on him coming to hospital on this occasion. On examination, this patient is well and the pain has subsided. Chest X-ray does not show any free air under the diaphragm. The abdomen X-ray doesn't show any obstruction. Is this charged with colonoscopy? I am given the likely diagnosis, which part of the colon is most likely to be affected. أيوة صح. يلا next. سايبيني أقرأ كل ده ليه؟ أنا تعبت. يلا ماشي. يلا يلا next. next حسن بتقرأ فيها إيه؟ أصبر أصبر أصبر. يعني حد يعني آخر سؤال شكله آخر سؤال تصدق؟ والله واضح إن ده آخر سؤال. لما كونجراتيليشنز يا جماعه. طب انزل 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 خلصنا من وجع القلب ده. لا اصبر، مش اخر سؤال باين. اخر سؤال؟ لا لا لا، السؤال ده بعد ده برضو. ده سؤال تاني احنا عديناه كده ولا ايه؟ يا حسن انت رجعت تاني ليه؟ اصبر يا اشرف، اصبر يا اشرف، اهو اليوريا بريس تيست اهو جبته. هو ده اهو بيقول لك which of the fungus is the most appropriate post eradication therapy testing. ما احنا عارفين بعد ما ناخد ال H. pylori نعمل ايه؟ نعمل يوريا بريست تيست. سؤال معروف. يلا عشان البلاسيستين. I think خلصنا. تمام كده. لان فيك شوز كده صح؟ اه هربس.